سي رشيد كيف بقاك الوليد؟ الوليد ديالي الحمد لله بخير، خرجت البارح مع الاسف في نفس الوقت اللي توفى فيه الوالده ديالي كنخرجوها الحمد لله، بدات كتمشي على رجليها خطوات قليله، ولكن انا احمد الله لانه وجدتنا من بعيد. فهذا ربما رساله امل لكل واحد، الوالدين ديالو ولا كيشعر بالمرض ولا بالالم ما يفقدش الامل، لاننا حنا دخلنا الوالده ديالي وهي محموله على الليزار ولكن خرجناها على رجليها والحمد لله. كيف بقات الوالده؟ الحمد لله الوالده الان تتماثل الشفاء والباحه في المستشفى والحمد لله الان مزيان.